السيد الرئيس الأستاذ العربي بوعياد. وإن شاء الله تعالى أولا لابد بأن نرحب بداية بضيفنا وأستاذنا الدكتور سيدي محمد تامر الحراق. الدكتور سيدي محمد تامر الحراق هو أستاذ جامعي أكاديمي ومختص في مجال التصوف وأستاذ في مجموعة من المؤسسات العلمية والأكاديمية وكذا المدير الثقافي والفني لمجموعة محمد تامر الحراق للوديع والسماع الصوفي بالرباط. إلى جانب ذلك الأستاذ تامر الحراق هو تلميذ لشيخ المسمعين أو شيخ المادحين والمسمعين سيدي عبد اللطيف بن منصور رحمة الله عليه، وبالتالي هو يرأس مجموعة للمديح والسماع في الرباط وفي المغرب قاطبة. بالإضافة إلى ذلك فهو معد ومقدم لعديد من البرامج في إذاعة وقناة محمد السادس القرآن الكريم، على سبيل المثال أذكر رحيق الكلام وأنفاس المغاربة في التلفزة في قناة محمد السادس القرآن الكريم، وفي إذاعة محمد السادس هناك برنامج تقريبا لمدة سنة تحت عنوان جوجو ترى المعاني، وهو من البرامج المهمة والمفيدة ثقافيا وفكريا ودينيا. أعود إلى ملتقى الحضارات، وأنتم كما تعلمون السادة الحضور السيدات والسادة الحضور أن من أهدافه هناك رسالة لهذا الملتقى، ورسالته وهو إطراء هذا التنوع الثقافي من خلال التكامل الحضاري وفرص اللقاء والتبادل وإمكانية التفاهم التي يتيحها هذا الملتقى. وكما يدل على اسم ملتقى الحضارات أو في تلك المطوية التي نراها أمامنا، نجد اهتمامات الملتقى بالشباب بالدرجة الأولى، الشباب والتقدم، الشباب والهوية، والاهتمام بالمعرفة، الاهتمام بالوعي وبالعمل الجماعي والعمل التضامني وبروح المحبة والتآخي والبحث عن المعرفة. وهذه نقاط كلها سنعود إليها إن شاء الله في خلال حوارنا مع الأستاذ الفاضل سيدي محمد تامر الحراق. وبالتنسيق مع السيد الرئيس الأستاذ العربي بوعياد نريد أن يكون هذا اللقاء لقاء تفاعليا حواريا وليس عبارة عن عرض. فأنصحكم وأنصح نفسي كذلك بأن نستفز صديق تامر الحراق، سيعطي أكثر من أن يلقي عرضا أكاديميا أو كلاسيكي لمدة 30 دقيقة. فأنصحكم وأنا سأكون من أول المستفزين له، ويمكن أن أطرح سؤالا في أي وقت تريدون بدون هذا، بأي وقت يمكن للإنسان، يمكن للطالب أو الطالبة أو الحاضر أن يطرح سؤالا في الموضوع، وأنا سأطرح كذلك أسئلة في الموضوع. سي محمد تامر الحراق، الموضوع أعتقد واضح هو الشباب وجيل النهوض الحضاري، وأثار انتباهي في هذا سواء في هذا الفيديو الذي شاهدناه سويا أو في هذه المطوية، الشباب يتكلم عن الإصلاح الذاتي، يتكلم عن المعرفة، يتكلم عن انفتاح الثقافات، التنوع الثقافي. إذن الشباب يرى نفسه وسط هذا العالم، عالم مليء بالفكر، بالعولمة، بالثقافة، بالانفتاح، الهوية إلى آخره. أترك لك كلمة تقديمية افتتاحية ثم نترك المجال للقاعة، وشكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشكات الأنوار وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار وجميع من اغترف من معينه من الصالحين والأبرار. سعيد بأن أشارك معكم اليوم في هذا اللقاء الكريم في زمن كريم وبين قوم كرام، وأيضا سعيد بأن يكون حديثي هذا مجرد تمهيد ومهاد وتوطئة
لما يمكن أن نتبادله من أفكار ونستمده بشكل متبادل من آراء بخصوص هذا الموضوع الإشكالي، موضوع النهوض الحضاري وراء الشباب. طبعا سأقدم فقط في البداية إشارات أو انطباعات أولية استقيتها من هذا الشريط الذي تم تقديمه. هناك شابة طرحت سؤالا مفتاحا في قضية النهوض الحضاري، قالت من أين نبدأ؟ هذا هو السؤال الأول. طبعا هناك طموح للنهوض، وهذا الطموح يتأسس على قراءة مدمرة لواقع في حاجة إلى المراجعة، وفي الحاجة إلى النقد، وفي الحاجة إلى تنخيل، وفي الحاجة إلى قراءة تحاول أن تخرجنا من الآفات التي تطوقنا في إطاره إلى آفاق وإبداع، أي إلى أفق أرحب، هو الذي أطلق عليه النهوض الحضاري. إذن من أين نبدأ؟ هذا السؤال ورد الإجابة عنه بأشكال مختلفة في مختلف الشهادات التي استمعنا إليها. هناك من قال إننا يجب أن نبدأ من ثقافتنا، ويجب أن نعتمد على الماضي وعلى ما قدمه أجدادنا. وهناك من طرح قال لا بد من الإصلاح الثقافي والاجتماعي والعقلي، وهناك من أكد على ضرورة الانفتاح. نحن أمام ثلاث رؤى، إذن رؤية تؤكد على العودة إلى الماضي، إلى ما فعله أجدادنا، رؤية تدعونا إلى الإصلاح، أي إلى المراجعة لما انتهى إلينا، وطرح أسئلة الواقع وأسئلة الزمن الراهن على ثقافتنا، ومحاولة البحث عن أفق آخر غير الاتباع الحرفي الحذافيري النصوصي التقليدي لما أو لإجابات أجدادنا على هذا السؤال. وهناك من أضاف هذا الإصلاح لن يتأثى إلا بالانفتاح، لأننا الانفتاح لم يعد هنا في زماننا المعاصر اختيار، الانفتاح أصبح قدرا. العالم اليوم كما تعرفون لم يعد قرية صغيرة، أصبح غرفة صغيرة، بل أصبح آلة صغيرة، بحيث إننا أصبحنا في عالم يمكن فيه في أي لحظة من اللحظات أن يحصل حدث صغير في أقصى نقطة من هذا العالم تؤثر على معيشنا اليومي بشكل مباشر. إذن هذه رؤى ثلاثة، هل نتفق مع إحداها؟ هل نختلف مع إحداها؟ كيف طريقة التعامل مع الذات أولا؟ سؤال النهوض في الحضارة الإسلامية طرح في لحظات مختلفة. كان المسلمون كلما وقع لهم واقع أو أزمة إلا وظهر مصلحون، وهناك حديث نبوي شهير إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. إذن هذا السؤال سؤال التجديد، سؤال المراجعة، سؤال في داخل الدين نفسه. ومن ثم في الحضارة الإسلامية ما ضلت متوهجة ووصلت إلى قمة قممها في العصر الكلاسيكي الإسلامي إلا لكونها كانت تتمسك بهذه الروح، بروح التجديد الذي أشار إليها الحديث النبوي الشريف. ولذلك سوف تجدون في كل لحظة من اللحظات كان يظهر العلماء يقدمون نقدا لما يسمونه انحرافات، لما يسمونه من ناحية الدينية بدعا، لما يسمونه تراجعات، لما يسمونه خروجا عن المنهج القويم الكتاب والسنة. أي كان دائما معيار المراجعة والنهوض هو العودة إلى الأصول، إلى الكتاب والسنة والسلف الصالح. سوف تجدون هذا في لحظات مختلفة
من التاريخ الإسلامي، إلا أنه في القرن 18 و19 سوف تظهر دعوات للنهوض الحضاري أيضا، ولكن هذه المرة هناك اختلاف مع المحطات السابقة، وهو أن المعيار لم يعد فقط هو سلفنا الصالح، وإنما أيضا أصبح معيار جديد دخل على الخط، وهو التجربة الغربية التي صدمت المسلمين بالآفاق التطورية التي سارت إليها. فكان هذا الاصطدام بالثقافة الغربية بالحداثة مزدوجا طبعا، اصطدام يتعلق بالانبهار الذي حصل الكثير من الرحالة المسلمين لما ذهبوا إلى باريس أو لما ذهبوا إلى غير ذلك من الأماكن وكتبوا كتبا في ذلك الطاوي وغيره، انبهروا بهذا التقدم الكبير وشعروا بهذا الارتكاز، هذا الانحطاط، هذا النقص، هذا التخلف الذي وقع فيه المسلمون، فطرحوا السؤال الذي شكله شكيب أرسلان في رسالته الشهيرة: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ في حين أننا كنا نعتقد إلى حدود هذا الأمر أننا خير أمة أخرجت للناس، وأننا جئنا برسالة التوحيد الخاتمة التي تهدي البشرية جمعاء، فما الذي حصل؟ هذا هو السؤال الذي ما زلنا معتقلين له إلى يومنا هذا. هناك إجابات مختلفة، لكن المشكل أين أيضا طرح؟ وهو أن هذه العلاقة مع هذه الثقافة الحديثة الجديدة كانت متناقضة، تجمع بين الانبهار من ناحية وأيضا بين الاستدامة، لأننا ظهرت علينا أيضا بوجه آخر سلبي، وهو الوجه الاستعماري، الوجه الهيماني، الوجه السيطري. فكان لابد من العودة إلى الذات للاحتماء بمقومات الهوية وتحشيدها من أجل الطرد المستعمر ومن أجل